السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد قناة جيمر قاعد. اليوم إن شاء الله حيكون في مقطع خفيف اللي هو عن موضوع اللي جلتشات. أحيانا تصير جلتشات بعض في اللعبة، فبعضكم ما يقدر مثلا يبيع، أو مثلا يعني يبغى يفتح الماب يتحرك بشكل أسرع، يعني تصير مشاكل أحيانا في اللعبة، فبعضها فيها حلول وبعضها ما فيها حلول. فبنعطيكم حنا يمكن أبرز الأشياء، يعني بعضهم يمديك تستفيد منها، بعضهم ما يمديك تستفيد منها، يعني أشياء بسيطة كذا تسوونها في اللعبة يعني. فخلونا نبدأ. طيب، من الأشياء اللي تواجه الناس صعوبة، خصوصا في موضوع البيع، لما يدخل على القائمة هنا افتراضا يبغى يبيع شيء ما يقدر يبيع، يعني يضع عليه اكس تلقاه ما يفتح له هذا، ينقله مثلا على شيء هنا أعلى، أو ينقله على قلم وشي زي كذا، يعطيه شيء يعني هو ما يبيه. فهو وش يسوي؟ فاحنا نفتح الماركت بليس، نجي هنا نحط دايرة، ننزل عندنا. طبعا هو في الغالب انه ما يكون في اشكاليه في القائمه هذه، هذه كلها عادي بدك تبيع فيها يعني اللي انت تبيه زي كذا، لكن في القائمه هذه دايم تصير فيها مشاكل في موضوع البيع اذا يعني جربت تبيع. فلو جيت عند شيء، تمام، خلينا نقول لو احنا نبغى نبيع مثلا الفير دوست، لو جيت هنا ضغطت عليه اكس وما تلقاه ما يعني ينقل لك في الدائره، وفي عندك مشكله، وش تسوي؟ بمجرد ان تضغط الاكس الاولى شفت انه ما استجاب ابد، روح فوق تحت، روح فوق زي كذا، وانزل مره ثانيه عليه وحط عليه اكس، راح يستجيب مباشره. شوف انا الحين سويتها تو قبل شوي ما استجاب معي الاولى، لكن تسويها مره ثانيه كذا يستجيب معك. فتحط الكميه اللي انت تبيها، طبعا يعني بمجرد انك بس تحط الكميه خلاص يعني ينتهي الوضع، بس تشيك على سعر السوق كم، وابد تحط نفسه سعر السوق او اقل من سعر السوق عشان تقدر تبيعه يعني بشكل مره كويس. تمام، هذا اول جلتش. خلينا ننتقل للثاني. طيب، الجلتش الثاني اللي هو مثلا جلتش في حق اطلس. الحين يعني جيت اول ما تفتح اطلس وتبي تتحرك يمين ولا يسار، تشوف يطلع لك الحركه الغبيه هذه اللي يبغى يتحرك. وش تسوي عشان تحلها؟ اضغط ار 2 وسوي زوم على الماب نفسه. فاول ما تسوي زوم عطوه راح يفك، راح يتحرك معك عادي. اذا حبيت انه يتحرك معك بشكل اسرع، حرك كل الجيرين في نفس الاتجاه فبيتحرك معك بشكل مره سريع. فلو حبيت تبعد، شوف يعني انت اذا بعدت بمجرد انك تبعد راح تدخل في نفس الاشكالية، شوف. بس اذا بعدت كثير زي انا الحين ما بعدته فيفك معك عندك، اول ما تبدا يا يعني انك تقرب بالار 2 يا انك تبعد بالال 2 وراح تفك معك الخاصية هنا، او الجلتش نفسه حقهم اللي هم صاير ثقيل في نفس اللي هو اطلس، فيفك معك فتقدر تتحرك بشكل مرة اسرع بحيث تروح للمكان اللي انت بيه. طيب، عندك برضو في جلتش ثاني اللي هو حق اذا بغيت تطور الجمة، تمام. فهنا حنطلع لنا الجمة، ايوه هنا، حلو. لو حبيت تطور مثل الجمة هذي تلاحظ لو انت قاعد تضغط اكس ما راح يشتغل معك، فبتصير هذه الاشكالية. فحبيت انك تشغل هذا، اضغط سهم تحت علق عليه واضغط R1 وانزل لين عند الدائرة هنا، حط عليها اكس، تنزل هنا اكس فيحط لك هناك على اليمين، او حط لك على اليسار عفوا، فانزل على كلمة ليفل اب وحط عليها ثالث، فراح تقدر تلفلها بشكل مرة سريع. بينما لو حطيتها على نفس الدائرة هنا تبغى تطور، بتلاحظ انه بيطلع لك معلومات كثير بيخلي موضوع التطوير يصير ابطأ. فتنزل عند الليفل اب نفسه، كلمة نفس الكلمة هذه، فتقدر تطور بشكل مرة سريع بدون ما يطلع لك الكلام، او حتى ما تطول في موضوع التلفيل حق الجيم نفسها. خلونا ننتقل الشيء اللي بعده. طيب، زي ما انتم عارفين ان في جلتش حق تدبيل الدست حق الجمات. فتحط تعلق على سهم تحت، تضغط R1 تنزل عند الدائرة هنا، تحط عليها اكس وتروح عند الجمة، اهم شيء تكون استلر، تمام. فتروح نجيبها عندك هناك. انا الحين طالع عندي حاليا الدست حوالي 14000 و لا والله 146000 و623، تمام. فلو حبيت انك تكثر الدست هذا وحلت انك ما تفرق كثير، اهم شيء زي ما تقول زي ما قلنا احنا ان الجمة تكون السلر، فتجي هنا وتطورها الين 15، تمام. عندك اي جمة اهم شيء تطور 15، بعدين روح اكسرها. فشوف هنا وصلنا 15 الان، زين. فنجي نكسرها، نجي عند آلة اللوت هنا مربع ونكسر هاي القديمة ما نبيها، نجي عند هذه نحط عليها مربع ونكسرها، فبيعطينا
يعني اكثر بكثير من قبل يعني. فيعطيك بيعطيك تقريبا على الجمة الصغيرة حوالي 3000 زيادة، والجمة الكبيرة هيعطيك حوالي 5000 دست زيادة. ف شو راح تستجون من هذا الجلتش؟ انا اروح اللي بعده. طيب عندنا في الجلتش هذا جلتش غريب شوي. طبعا هو يكون خاص في الجمة هذه، جمة البايو ديسك. تمام، هذه الجمة بالذات، هذه العمل حق الجمة نفسها، انك لما تدمج الوحوش. تمام، شوف احنا الحين بننزل زي ذولي، افتضل احنا قلنا الوحوش لو دمجت زي كذا المفروض انه يشغل لي زي الديسك تدور حواليني، بس انا عندي ما تشتغل، بس نقول ما تشتغل ان شاء الله في وقت. عاد انا ما اشتغل دايم. طيب يلا ايوه، زي ما تشوفون الحين اشتغلت هذا. في حال انك تفصل الدائره ذي عن التنين نفسه، فشوفون كيف الحين انا تحولت للتنين، فانفصلت دائره الديسك نفسها عن الشخصيه نفسها. فهذا جلتش خلينا نقول بسيط، يعني ما ينفع تسويه الا بشخصيه الدوكولايت عشان تفصل الدائره نفسها حقت البايو ديسك، تفصلها عن الشخصيه. طبعا اذا فصلتها حتى هي مفصوله برضو تبتل وهي تدمج، فيبتل الوضع اللي ما هو عليه. يعني تقدر تحطها مثلا عند البوس وتفضل وتفخر عنها كذا تتحول تنين فتنفصل. فهذا يعتبر خطأ في اللعبة، خطأ غبي كذا مرة شوي، خطأ غبي شوي يعني نقول. فيعني شيء بسيط. خلونا نروح للشيء اللي بعده. الجلتشات الموجودة في اللعبة والناس كثير يبغونها، اللي هي جلتش كيف تخفي راس الشخصية. فوش تسوي؟ عندك شخصية هذا زي ريفرنت هذا الحين، فحنا بنخفي راس حق شخصية الفانجارديان. تمام، الحين شخصية لها راس كذا نقدر حنا نخفيه. فلما نجي هنا في نوكينا بتشوف ان لها راس بس. تمام، يعني سواء خلينا نقول لو كان له شعر زي كذا ولا ايش ايا كان. تمام، فتقدر انت ان حنا نغير راس حق هذا، تخليه زي ريفرنت. فتضغط اول شي تعلق على الجير، تروح لما شخصية ريفرنت اول شي تختارها حوله زي كذا، فتيجي هنا عند الماكينة. تمام، اضغط ستارت مربع، اضغط ستارت اول بعدين اضغط مربع، بس خلها بسرعة. شوف زي كذا، شوف كذا غلط، شوف زي كذا. الحين انت بدك تتحرك هنا، تتمشى هنا، حلو. وش تسوي؟ تيجي هنا عند هذا الشيء اللي هنا عشان تختار شخصية، تحط على شخصية الفانجارد اللي انت بيها، وعلى طول تضغط مثلث، يعني حط اكس مثلث وعلى طول تشوف زي شوف حاليا شخصية اختفى الراس حقها. فلو تلبس الحين اي قبعة او اي شيء يعني، تمام، راح يطلع بس القبعة نفسها اللي عليه. فتقدر انت وش تسوي؟ تغير القبعة اللي انت بيها افتراضا، يعني لو كذا بيطلع قبعة عليه لكن ما في راس، راس خلقة ما فيه. فابد هذا هو الجلتش بكل بساطة، زي ما قلنا اضغط ستارت اول. تمام، بعدين اضغط مربع، فعشان تضبط معك الحركة ستارت مربع، عدها كذا لين ما بسوها بسرعة، تفتح القائمتين زي كذا، بتتمشى هنا زي ما قلنا. طبعا تحط هنا اول شيء زي ما قلنا، تحط هنا اول شيء ريفرنت اللي هي الشخصية هذي، هذي اول شيء تحطه هو، بعدين ستارت مربع تفتح زي كذا، تحط هنا تختار الشخصية، تجي عند الشخصية اللي تبيها تحط عليها اكس ومثلث بسرعة. فمثلث عشان تتأكد، الاكس الاول عشان تختار الشخصية، بالمثلث عشان تتأكد انك تبي تخليها بدون راس، فيتحول زي كذا فتصير شخصية عندك بدون راس. خلينا نروح للشيء اللي بعده. ومن الجلتشات اللي غريبة في اللعبة، انك اذا دخلت منطقة اسمها نيون اندر جراوند ومعك شخصية النيو نينجا، وانت تقلب زي كذا فتيجي تخش في مكان زي هذا. المكان هذا يكون جواه كريستالات عليها مربع ذهبي، اذا كسرته تحصل فيه النقطة هذه. فاذا قمت تسوي كثير، خصوصا الاماكن اللي تكون في السقف زي هذه، احيانا يصير جلتش كذا يجي غلط خليك تموت زي كذا. يعني جلتش هذا موجود بس في العالم هذا حق النيون، اللي فيه المربعات هذه. فكل مرة تحب لو حبيت انك
تفرم فصل دول في السقف زي كذا، فممكن يقتلش معك زي كذا ويخليك تموت في ال زي ما شفت مرة ثانية اني اموت بسرعة. فهذه تقريبا كل الجلتشات موجودة في اللعبة. في منها اللي تقدر تستفيد منه، في منهم اللي ما تقدر تستفيد منه، يعني تلك خرب عليك المتعة. طبعا الجلتش الخرافي في اللعبة اللي اكيد هو اللي يفصلك ويطلعك برا اللعبة كلها ويعلق عليك السوني احيانا كله. فيعطيكم العافية على المتابعة، اللي ما اشترك يشترك وفعل تنبيه، وشوفكم ان شاء الله في مقطع جديد. اذا عندكم اي افكار او اي اقتراحات اكتبوا لي في التعليقات، ان شاء الله راح اسوي عنها باذن الله. يلا سلام.